أسعد الله صباحكم بكل الخير مشاهدي الكرام. موجز الأخبار. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تدشينه عددا من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة على أن مصر على أولى خطوات بناء دولة حديثة قوية. كان الرئيس قد وضع حجر الأساس للمرحلة الأولى في افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة. قالت حكومة إقليم كردستان العراق إن قوات الحكومة العراقية وفصائل عراقية ضربتها إيران وتستعد لهجوم كبير على القوات الكردية بمنطقة كركوك. كان التوتر بين حكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية قد تزايد منذ صوت الأكراد العراقيون بأغلبية ساحقة على الانفصال في استفتاء أجري الشهر الماضي. قالت تقارير صحفية إن السلطات التركية وصلت تعزيز وجودها العسكري في الجزء الغربي من الحدود السورية. وكان وزير الدفاع التركي نور الدين جانكلي قد أعلن أن بلاده يجب أن تظل في محافظة إدلب السورية حتى زوال ما وصفه بتهديد تتعرض له. في مدينة جنيف قال محققو الأمم المتحدة إن الحملة العسكرية المنهجية التي يشنها جيش ميانمار ضد الروهينجا المسلمين كانت بهدف طرد أبناء هذه الأقلية بشكل نهائي من ديارهم في ولاية راخين. وكان محققو الأمم المتحدة قد تحدثوا إلى مئات الأشخاص الذين وصلوا منطقة كوكس بازار في بنغلاديش منذ 25 من أغسطس الماضي. في العاصمة الروسية موسكو قال وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونغ هو إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشعل فتيل الحرب مع بلاده. وزاد التوتر بين كوريا الشمالية وواشنطن في الأسابيع القلائل الماضية بشأن برامج بيونغ يانغ النووية والصاروخية. في العاصمة الكينية نيروبي أصيب العشرات خلال تظاهرات حاشدة اندلعت عقب انسحاب مرشح المعارضة رايلا أودينغا من الانتخابات الرئاسية المقرر إعادتها في 26 من أكتوبر الجاري. كان أودينغا أعلن انسحابه سيستدعي إلغاء انتخابات الإعادة التي تقررت بعد إلغاء القضاء نتيجة انتخابات أغسطس الماضي التي فاز فيها الرئيس أوهورو كينياتا. في أمان الله.